ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الجدي، هنتكلم النهارده على الاشياء الساره الخاصه باصحاب برج الجدي للنص الثاني لشهر يوليو لعام 2022. هو عشان نكون صراحه من البدايه، احنا اي نعم عندنا اشياء ساره، ولكن انا اللي اشوف الافضل ليك ايه ان انا اقول لك ان في اشياء ساره بس في امور يجب الحذر منها وبعنايه جدا. الامور اللي يجب الحذر منها ده بنتكلم عنه في فيديوهات النصايح، عشان كده لازم ان انتوا تسمعوها بقدر كتير كافي. لكن لما نيجي نتكلم على الاشياء الساره الفعليه، انت عندك بالفعل اشياء ساره متعلقه بالطاقه، لان المريخ الموجود ببرج الثور بالنسبه لكم ده هيكون عندك كتير، عندك جرعه من الطاقه اللي ليها علاقه بالبدايات، بالتقدم، بالتغيير، التجدد، التطوير. فبالنسبة لك يا برج الجدي عندك فعليا طاقة عالية جدا جدا، طاقة عالية كتير متعلقة بان انت هيبقى في ان انا عايز اغير واطور من نفسي جدا جدا، عايز انك يعني من اول الطاقة الموجودة هي ان انت عايز تبتدي حياة مختلفة، حياة جديدة من نوعها، حياة ليها علاقة بشحن طاقة ايجابية. فهتلاقوا نفسكم ان انتوا بتتألقوا اكثر من حيث المظهر، يعني مهتمين كتير بالمظهر، بالشكل، بالستايل، بالالوان، بانك هتلاقوا نفسكم ان انتوا بتغيروا لون شعر، اني اخس، اني اتخن. ففي حالة من التغيير اللي ليها علاقة اني اشوف نفسي ابقى شايف ان انا حد مختلف، حد متجدد اكثر. فده برج الجدي جدا، فانتوا عايزين تحافظوا على مظهر ايجابي ومتالق ومتطور. النقطه الثانيه ان ممكن يكون التغيير برضو متعلق بسياره، منزل، اساس لمنزل، ففي عندك تغيير لهذا الامر. حتى كمان الوضع اللي ليه علاقة بالتعامل مع الآخرين، حتى دي فيها نوع من أنواع التغيير. أنت بتغير كل شيء، كأنك كده بتجدد نفسك، كأنك بتتولد من جديد. حتى أنت نفسك هتحس بده قوي، يعني أنت أي نعم عايز تتغير وبالفعل هتحس إن في تغيير متواجد عندكم، لأن منكم كتير هيبقى عايز إن هو يبتدي شغل جديد، يبتدي حاجة جديدة، مشروع جديد، فكرة جديدة، حاجة متعلقة مثلا بإن أنا أكمل دراسات أو إن أنا أخد كورس معين، فيكون عندك إنك عايز تعمل تطوير. فدي نقطة مهمة جدا، فكرة الطاقة ناحية الاستقرار، ناحية الأفضل، ناحية المساعي، ناحية القوة. فدي او التغيير او الايجابيه، فده موجود جدا جدا عندك. النقطه الثانيه هيكون بالفعل عندك بقى اشخاص داعمين ليك في الامر ده قوي، يعني عندك اشخاص هيساعدوك في التغيير، هيساعدوك في انك تكون ايجابي اكثر، انك تكون متطور اكثر. عندك اشخاص هيبقوا بيبتدوا معاك حياه جديده، يعني عارف الصحبه او اللي هو العمل الجماعي، عندك بدايه عمل جماعي يتنسب ليك بشكل كتير قوي، يعني عمل جماعي هيبقى فيه خير ليك، في شيء صار ليك. فبرج الجدي اقدر اقول لك ان انت عندك في اشخاص يشاركوك النجاح، سواء امور مهنيه سواء امور عاطفيه، فالنقطه دي موجوده جدا، ولكن بالاخص امور عاطفيه، لان هيكون عندك حب جديد او بدايه جديده من شان عاطفي، ودي بالنسبه لك هتبقى امر قد ايه مختلف ويعطيك طاقه كتير قويه، والشخص ده بيكون داعم ليك جدا. يعني اقدر اسمي ان انت عندك من الامور المفرحه او الاشياء الساره وضع عاطفي جيد. بالفعل عندنا امر عاطفي قد ايه هيكون رائع متميز، في فرحه عاطفيه متعلقه بانتقال من خطوبه لزواج، من زواج لمواليد. اكتر حاجه على فكره عند اصحاب برج الجدي هي بدايه حياه متعلقه بامر عاطفي، يعني زواج، خطوبة، مواليد، استقرار في شأن عاطفي، فرحة في الأمر العاطفي. ربنا يفرحكم يا رب ويرزق كل شخص عايز فرحة معينة بفرحته. طيب برج الجدي، النقطة الثانية، وهي ان انت ذاتك يا برج الجدي انت اكبر داعم لنفسك. طب ازاي؟ لان غير بقى الطاقة وان انت بتسعى الى التغيير والتجديد، واصلا ان الشخص اللي يكون بيسعى الى التجديد والتغيير والتألق ده بيكون شخص يملك من جواه قوة اساسية. انت بالفعل عندك قوة حقيقية جدا جدا. القوة اللي موجودة بالنسبة لك يا برج الجدي في خلال الفترة دي هي ان انت عايز تبقى الافضل، يعني بتسعى كتير، قوة جواك انت بتدعم نفسك. عارف فكرة زي ايه؟ اللي هو انا لازم انجح، انا لازم اذاكر السنه دي عشان اعمل مجموع ابن لذينه، انا لازم اخرج من الماده دي صافي، لازم اعمل مش عارفه ايه ايه، ده الامور الدراسيه، الامور الحياتيه، لازم انجح، لازم اعمل مشروع يبقى حاجه جامده قوي، لازم اعمل شغل محدش عمله قبل كده، لازم ان انا ابقى احسن حد واحسن من فلان وعلان وعلان. عندك ده،
في اصرار وفي ان انت بتدي شحن ايجابي لذاتك جدا، فانت اول شخص داعم لنفسك جدا، ومن كتر ما انت داعم لنفسك ده هيسبب ليك برضو طاقة حلوة كتير او شيء صار، وهو التحمل. هيبقى عندك تحمل، ويمكن يكون ان برجك يا برج الجدي اصلا ما عندوش فكرة اني اتحمل، يعني ما عندكش فكرة انك تتحمل انسان غبي، انك تتحمل موقف غبي، الحاجات اللي زي كده، ولكن انت بسم الله ما شاء الله عليك هتكون بتتحمل ما لا يتحمله غيرك. هتبقى بتتحمل كتير لاجل انشاء عملية الاستقرار، لاجل ان انا مش عايز اوجع دماغي، مش عايز قيل وقال وكلام ولت وعجن، لا انا عايز الدنيا رايقة وابسط دماغي واقول يعني سلامتك يا دماغي. فده الهدف الامثل اللي انت بتسعى اليه جدا جدا. فاذا عندك قوة تحمل على اشخاص زي ما وضحت لك. النقطة اللي بعد كده في حاجة مهمة قوي قوي متعلقة بالامور المهنية، خاصة ان عندك نصيحة مهمة كتير بداية من يوم 19 لما عطارد يكون موجود ببرج الاسد. طيب يعني ايه؟ يعني انت عندك كتير حركة مهنية، حلو جدا جدا، عندك حركة مهنية وطاقة لمساعي مهنية فيها تقدم، فيها كتير من الامور الايجابية. بس الفكرة في حاجة، انك يا برج الجدي لازم تبقى واخد بالك كويس قوي، يعني النقطه دي فيها شيء صار، ولكن لما تتبع نصيحه معينه، لان هيبقى في عده خلافات مع اصدقاء عمل او مع اشخاص كارهين ليك الخير، لانك من اكتر الابراج المنظوره والمحسوده واشخاص متعقبين حياتك قوي وكارهينك ويدعون محبتك، واشخاص في منافسه ما بينك وما بينهم، او في مش فكره يعني في غيره، ولكن الغيرة طبعا اللي بتبني منافسة وبتبني كره وبتبني حاجات كتيرة مش لطيفة، ولكن ظاهريا حبيب قلبي، عارفين الناس دي عندك جدا، في بقى مشاكل معاهم، في امور جدلية، في كلام ممكن يكون ليه علاقة بالسمعة وتأثير على سمعتك، فلازم ان اخلي بالي كويس قوي قوي من اني انا ما وقعش نفسي في حاجة ليها علاقة بهذا الامر، يعني اكون حريص واني اكون دبلوماسي اكثر وابعد عن المشاكل اكتر، واني اكون حويط يعني اداري على الايجابيات الى ان تتم بنجاح. ده في الامور المهنية، اذا انت قمت بهذا الامر في الشأن المهني فانت عندك الحركة المهنية والمساعي قد ايه هتكون متقدمة، وكتير هيبقى فيها امور جيدة. الوضع الصحي بالنسبه لك هو على قد ما هيبقى فيه عكوسات، على قد ما انت هتكون قادر على المحافظه على الصحه. يعني عندك مشاكل صحيه، في مشاكل صحيه خاصه من يوم 22، بس انت لحد قبل يوم 22 الوضع الصحي حلو، وعندك فرصه للاستشفاء، فرصه لانك تخلي بالك على صحتك، فرصه على انك تخرج من طاقه سلبيه ليها علاقه بازمه صحيه. فاذا عندك انك المفروض تتبع طبيب او علاج، يعني اذا انت انتهزت الفرصه في ان انت تحافظ على الشان الصحي بالنسبه لك انت كسبت كتير. فاهمني اقصد ايه؟ يعني عندك في اشياء ساره، ولكن عندما تتبع بعض نصائح. بشكركم كتير برج الجدي، بتمنى كتير اني اكون فدتكم، بتمنى لكم يا رب ان حياتكم كلها تكون مليئه بالاشياء الساره. بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.